السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والسعادة على كل الأعزاء في شبكة إعلام المرأة العربية وقائدنا الداعم دوما لكل تقدم ونجاح دكتور معتز صلاح الدين، وعلى كل السادة المستمعين الكرام. في حلقة الليلة دي من حلقات حكاية وراء كل باب هتكلم معاكم عن حكاية وراء كل باب في بيوتنا، حكاية في قلب كل أسرة وفي قلب كل إنسان عايش في الحياة بيدور عليها. والحكاية هي حكاية السعادة وراحة البال، حكاية الرضا بالمقسوم والتكيف مع تصاريف القدر. حكاية سؤال بيخطر ببال كل واحد فينا وبيلح دايما عليه، ليه أنا مش سعيد؟ والسؤال على فكرة سؤال بيفرض نفسه على كل البشر سواء غني أو فقير، سعيد فعلا أو تعيس، محقق أحلامه أو محبط. الكل بيعاني من افتقاد حالة السعادة الكاملة، وده منطقي لأننا عايشين في الأرض مش في يوتوبيا الضائعة ولا في جنة الخلد. احنا في دار ابتلاء وكلنا في حياتنا في جانب مشرق مضيء وجانب مظلم ومحبط. مدى تقبلنا للجانب المظلم المحبط اللي في حياتنا وفي قدرتنا على استكشاف الجانب المشرق المضيء وتقديره والحمد والشكر لله عليه، وفي قدرتنا على الاستمتاع الحقيقي بيه وازاي نخليه دافع لتحمل الجانب المحبط. والسؤال اللي بيفرض نفسه هنا، ايه اللي ممكن يخلي فيه جوانب كتير جميلة ومشرقة في حياتنا وما نشوفهاش؟ ايه الحاجات اللي بننخدع بيها وبتصور لنا ان سعادتنا مفقودة او اننا بنفتقد اي مصدر للبهجة في حياتنا، وبالتالي مش بنشوف غير الجانب المظلم المحبط اللي بيفرض نفسه علينا؟ اول حاجة فكرة اننا مش مدركين حجم النعم في حياتنا لاننا عتدنا وجودها وما عدناش بندرك ان وجودها نعمة. لو فكرنا لحظة في حجم معاناة اسرة عندها ابن مريض بمرض مزمن او من ذوي الاحتياجات الخاصة، هنلاقي ان شقاوة اولادنا او عدم طاعتهم احيانا او تكاسلهم عن اداء واجباتهم مشاكل تافهة. لو تصورنا معنى احتياج مريض لجهاز تنفس صناعي، هنلاقي ان الهواء الغير مرئي والنفس النفس المرتاح وهكذا. هنلاقي ان ضغوط العمل اهون من قطع الرزق، وان شغل البيت اهون من ملازمه الفراش الاجباريه بالمرض، وان التعب في الطبيخ وغسيل الاطباق اهون من حال اسر عاجزين عن تحمل نفقات طعام اولادهم. احيانا انانيه الانسان بتخليه مش بيشوف غير نفسه واحتياجاته واللي ناقصه وبس، لكن لو خرج من دايره نفسه وبيته وشاف احوال مجتمعه والناس اللي حواليه هيحس بقيمه كل نعمه في حياته اكتر ويقدرها اكتر. الخطا هنا للاسف ان بعض الناس مش بتشوف غير خير وسعاده الاخرين وحجم ممتلكاتهم ومقارنه نفسهم بيهم، وبالتالي بيحسوا ناقصهم كتير. لكن لو قدرنا نشوف الصوره كامله ونشوف معاناه البعض وعذابهم في الحياه زي ما بنشوف سعاده ونعيم البعض، هندرك ان حياتنا إننا أفضل كتير من غيرنا، ونحمد ربنا من غير ما يفسد تطلعنا لحياة الآخرين الأفضل لتقدير حجم النعم في حياتنا. من الحاجات برضو اللي بتخلينا نفتقد الإحساس بالسعادة فكرة إننا بندور على السعادة من وجهة نظرنا إحنا الشخصية، بندور على الشيء اللي بيسعدني أنا كفرد بدون مراعاة ودايما دي بتبقى سعادة منقوصة. مش ممكن يكون فرد سعيد ومبتهج لوحده في أسرة مهمومة أو حزينة. السعادة هي الشيء الوحيد اللي بيزيد باختصامه، كل ما قدرت أكبر عدد ممكن حواليا كل ما زادت سعادتي الحقيقية. لو زاد تفاعل كل فرد في الأسرة مع الباقيين وحول البيت كله البيت أكتر بهجة، هنلاقي مش بس الأسرة، هنلاقي المجتمع كله أسعد والحياة بقت مبهجة أكتر. كذلك فكرة السعادة المرتبطة بترتيب محدد في دماغنا أو المرهونة بحدوث شيء معين في أو غيره، من غيره مش هتكتمل سعادتنا. فكرة السعادة المرهونة أو المؤجلة اللي بتخلينا مش بنشوف مصادر البهجة والسعادة الحقيقية وإحنا في طريقنا لها، زي ربط سعادتنا بالحصول على وظيفة معينة أو إنجاب تأخر حدوثه أو شراء بيت جديد أو عربية جديدة أو سفر لمكان أفضل. عاوز تبقى سعيد، قرر تبقى سعيد وراضي حالا على ما أنت عليه، ولو فشلت تأكد أنك مش تبقى سعيد ولا راضي بمجرد حصولك على اللي تتمناه. كل شيء له وقت أولي، ربط سعادتنا ورضانا بحدوثه مش هيوصلنا غير لحالة من التعاسة الدائمة الغير مبررة. في كمان فكرة أو لعنة التفكير الزيادة. من أسوأ ما يبتلى به الإنسان إنه يكون تفكيره مبالغ فيه في كل حاجة واستنتاجاته وربطه للأحداث شغال باستمرار، بيفكر في كل كلمة ويحلل كل تصرف ويستنتج من كل موقف حقيقة الأشخاص حواليه ونواياهم.
بجد بشع، ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي دايما الحياة بشعة قدامنا، لان ببساطة بشوية تفكير وتحليل بسيط هنكتشف حقائق بشعة، زي ان مش كل الناس بتتمنى الخير لغيرها، ومش كل الناس طيبين ولا على نياتهم، مش كل اللي بنحبهم بيحبونا، ولا كل الناس اللي قدمنا لهم كتير مقدرين، و و و كلها استنتاجات كفيلة باننا ننعزل ونكره الناس والدنيا ويدمرنا الاحساس بالاحباط. نحاول نشوف الناس وتصرفاتهم ونراقب الاحداث من على السطح بدون اي تعمق، نفترض حسن النوايا وما نحاولش نشوف غير الوجه اللي بيصيره الاخرين لنا، وما ندورش على الوش التاني ولا نتعمق كتير في نفوس البشر. Created with free version for non-commercial use. بلاش ندقق قوي في حتة الشر دي، نحذرها فقط ونتحسب لها باعتبارها جزء من الفطرة الإنسانية، مش لازم نخليها عامل للإحباط أو لكره البشر عموما. أهم حاجة عاوز أقولها إن كل اللي ذكرته مرتبط بالإنسان نفسه، سعادة الإنسان ورضاه نبع من جواه، هو اللي بيحققها لنفسه، هو اللي يقدر يقيم حجم النعم في حياته ويتكيف مع النقص أو الابتلاء فيها. محدش بيقدم لحد السعادة ورضا على طبق من ذهب. لو ما كنتش أنت من جواك قادر تسعد نفسك، مفيش حد غيرك هيقدر يساعدك. كل اللي بيقدمه لنا غيرنا مجرد عوامل وأسباب لتحقيق السعادة، لو ما قدرناش نستغلها ونقيمها صح مش هتتحقق لنا أي إضافة في حياتنا. كل أمنياتي الطيبة لي ولكم بالسعادة والرضا والإيمان بقضاء الله وتقدير حجم نعمه وكرمه. اللهم اسعد قلوبنا وأرح نفوسنا واشف مرضانا وقنا شر كل بلاء وداء يا رب. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحسن الاستماع.